ناقش لقاء موسع في محافظة إبدو دور نيابة محكمة غرب إبو وإدارتي البحث الجنائي وأمن مديرية الظهار بالمحافظة في إنجاح حملة إعصار اليمن للتحشيد والاستنفار. واستعرض اللقاء الذي ضم وكيل نيابة غرب إبو القاضي خالد بروق وعددا من أعضاء النيابة العامة وإدارة البحث الجنائي وعقال الحارات في المديرية المهام الواجب تنفيذها لاستنهاض المجتمع وتعزيز عوامل الصمود والثبات والتوعية المجتمعية بمخاطر العدوان ومخططاته. وتطرق اللقاء إلى آلية العمل وفق الموجهات العامة لخطة إعصار اليمن بما يسهم في التصدي للشائعات التي تروجها قوى العدوان وأدواتهم والحفاظ على الأمن والاستقرار وتماسك النسيج المجتمعي. كما تطرق الاجتماع للإجراءات المتخذة لإنجاح حملة إعصار اليمن والتحشيد للجبهات ورفدها بالمال والسلاح والرجال. وأكد ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين أجهزة الأمن والقضاء لمكافحة الجريمة التي يسعى العدوان وأدواتها لنشرها بين أوساط المجتمع، وأشار إلى أهمية التواصل والتنسيق مع المغرر بهم ودعوتهم إلى الاستفادة من قرار العفو العام بالعودة إلى مناطقهم وأسرهم. حبينا نسمعكم فقط حول جمع اليوم، وندعو جميع اليمنيين المتواجدين وغير المتواجدين والذين سيصلهم الكلام بأن من واجبنا الديني أول والإخلاقي ثانيا أننا نعمل على رفض جبهاتنا كلا في موقعه وصفته، والمراقبة في أداء واجباتنا مراقبة الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته. نشكركم مرة أخرى، ونترك الكلمة لأخواننا المتواجدين من مأمور الضبط القضائي، والنقاش مفتوح للجميع، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.